السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا أكلة طلبوها مني وأنا حلب إن شاء الله اليوم كيفية تحضيرها. عنا السمك بطحينة، بيقولوا السمكة حرة بطحينة. هلأ عنا نحنا فيليه سمك، شفنا كيلو فيليه سمك، وعنا الطحينة وعنا البهارات اللي حنستعملها. حنستعمل شوية قرفة وسبع بهارات والملح وترانشيت الحامض لحتى نفرك فيها أول شيء السمكة. هلأ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، عم تفركهم لما بنت أختي الله يرضى عليها عم تساعدنا، عم تفركهم بالحامض، ليمون الحامض طبعا مع القشرة لحتى يعطي نكهة كتير طيبة. هلأ حنرشلهم شوية ملح، نفركهم بالملح من كل جهات هون، شوية ملح ما من كتير، لأن الطحينة كمان لما بدنا نتبلها للطحينة حنعمل نحط لها كمان ملح. يلا حنرش شوية قرفة عليها كمان، القرفة بتعطي نكهة وبتعطي طعم طيب. وهلا حنرش لها كمان شوية نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، هيدول هن اللي حنستعملهم لفيلي السمك. وهلا لحتى نقلي السمك حتى ما يفرد بدنا نغلفه بالطحين، والطحين لازم نحط له شويه رشه كمون لانه الكمون بيعطي طعم طيب وكمان ليمنع الريحه تاعت السمك وهو عم ينقله. هيدي خبره. طيب هلا ملته بالطحين، منغلفه من الجهتين بالطحين بهالشكل. وهلا هيك حنقليهم. انا بفضل انه نقليه قبل ما نحط له الطحينه وقبل ما ندخله على الفرن. هلا بنقليه ليصير لونه مزهر شوي. هلا اول شيء بدنا نعمل هلا الصوص تاعت السمك. عندنا ثوم، حصين ثوم مهروسين مع نتفه ملح. حنحط الطحينة، قدر نص كوب طحينة يكفي. هلا حنضيف لهم كمان عصير برتقان مع عصير موردة مع عصير ليمون حامض. هلا أضفنا نحن عصير الموردة، هيدول شايلينهم بالفريزر نحن من أيام الشتاء لأنه موسمه بالشتاء. وهلا السمك شوي الطحينة اختلطت منيح، هلا بنصبها على الفيليه السمك لأنها سمكة حرة بدنا نضيف لها شوية مسحوق الحر، شوي صغيرة يعني بيعطي هبة خفيفة. وهلا حنصب نحنا خلطة الصوص فوق السمكة بالجات اللي حندخله على الفرن. هلا حمينا الفرن حندخله، هلا حندخلهم على الفرن حراره 200 وبالنص والنار تحت. وهيك انهينا طبختنا، حطيناها بالفرن دقيقتين حتى حمرنا الوجه ورشيناها باللوز. فينا نحط لوز محمص وفينا نحط صنوبر، يعني اي نوع من المكسرات فيكم تستخدموها. طيب هلا حندوقها نحن ونعطيكم انطباعنا. هلا حنسكب نحن قطعه وندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي بياكلوها بخبزه بس انا حدوق الطعم هلا كيف. بسم الله. كثير طيبه. حموضتها حامض البرتقال معه كمان طلع كثير طيب. بتاكلوا رز حدا، فينا نفلفل رز ابيض او رز بشعيريه بيطلع كتير كمان طيب. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.